ما نفكش ما نفكش تكون البراءة تكون البراءة تكون البراءة وبعثوا ماشي وحده وبعثوا ماشي وحده والمعتقل ماشي وحده والمعتقل ماشي وحده والمعتقل ماشي وحده احنا معاه كاملين احنا معاه كاملين حقي ما نسكت شيء حقي ما نسكت شيء ولا حقي ما نسكت شيء حتى تكون الكرامة حتى تكون الكرامة حتى تكون العدالة حتى تكون العدالة والقوانين اللي درتو والقوانين اللي درتو والقوانين تاع تشميكو والقوانين تاع تشميكو والقوانين تاع تشميكو والقوانين تاع تشميكو مرفوع للجماعة التي ينتمي إليها رأسه مرفوع لأنه ارتضى الله سبحانه وتعالى ربا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وقدوة أن تشهد هذه الساحة تناقضات عميقة في هذا البلد هنا يحاكم الشرفاء هنا يحاكم من رضوا بالله ربا ورفعوا لواء الشرف ولواء العزة وهناك يرفع لواء العار والدل ترفع الراية الصهيونية والخرقة الصهيونية ويحتضن الكيان الصهيوني واليهود الصهاينة أعداء الأمة الذين يقتلون أبناء فلسطين ويقتلون هنا تحاكم المعارضة التي تريد العزة لهذا الوطن وهنا يستقبل اليهودي الصهيوني الغاصب الذي يريد اغتصاب الوطن ويريد هدم هذا البلد هنا تحاكم الفضيلة هنا تحاكم العفة وهنا يتم احتضان رمز الفساد والإفساد نتحدث عن السياحة أي سياحة صهيونية في هذا البلد ترجى لليهود الصهاينة ألم تخبروا علما بالسياحة الصهيونية في مصر سياحة الفساد سياحة الدعارة ألم تخبروا بالسياحة الصهيونية في الأردن وفي الإمارات إنها سياحة جنسية السياحة الصهيونية سياحة جنسية واليوم أنتم تحاكمون ليس الفساد إنما تحاكمون الشرف تحاكمون العزة تحاكمون الفضيلة الأدهى أنكم اليوم تتابعون أخونا الدكتور بعسو في إطار شريط وفيلم سينمائي إخراجه رديء وتتهمونه بتهم الكل يعلم براءته منها لكنكم لم تحركوا ساكنا عندما أقدم ممثل الكيان الصهيوني في هذا البلد بالتحرش بالمغربيات وباغتصاب المغربيات لم تحركوا ساكنا ولم تتحدثوا عن العفة والفضيلة لماذا؟ لأنكم تدعنون للصهاينة وتعلمون بأن الصهاينة هم سادتكم ومعلموكم ومدرسوكم اليوم نحن في بلدنا لم نعد أحرارا نحن اليوم نعيش تحت الوصاية الصهيونية التي تعيت فينا فسادا وتمكن للاستبداد الاتجار بالبشر جريمة منظمة بعث شخص بمفرده له الله سبحانه وتعالى لكن الجريمة المنظمة هي التي تقدم عليها عصابات تحكم هذا البلد وتعيد فيه فسادا وتنال من خيرات هذا البلد وتجوع هذا الشعب وتفقر هذا الشعب الاتجار في البشر ينبغي أن يتابع فيه من تحققت فيه هذه الجريمة المركبة وقد اقترفتم في حق هذا الشعب كل الجرائم جوعتموه فقرتموه سرقتم ماله سرقتم ثروته
دفعتموه ماديا ومعنويا لكي يهاجر ويلقي بنفسه في البحر، دفعتموه ماديا ومعنويا لكي يخرج إلى الشوارع يتسول ويذهب إلى الدول كي يتسول، دفعتموه ماديا ومعنويا لكي يبيع أعراضه في الطرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا البلد مخرجا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.